بسم الله الرحمن الرحيم. ولا استعانة إلا به والحمد لله رب العالمين ولا استزازة إلا منه وبعد، فصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهينا في اللقاءات السابقة إلى أن الله سبحانه أراد أن يصفي مسألة الخلافة في الأرض خلافة إيمانية ليقطع بها سبيل الدعوة عمن يدعون أنهم دائما شعب الله المختار، أقاموا على عهد الله أم خالفوه. فبين الله سبحانه وتعالى أن إبراهيم أبا الأنبياء استحق الإمامة بنجاحه فيما ابتلاه الله من تكليفات أداها وأتمها كما يريد الله، ولذلك كوفئ بأن يجعل الحق سبحانه وتعالى إبراهيم إماما. وإبراهيم عليه السلام أراد أن تستمر الإمامة في الأرض سمة على وجود خلق يتمسكون بمنهج الله على طريق الوفاء والإكمال والإتمام. فقال لربه ومن ذريتي، فرد الله إبراهيم إلى وضع يجب أن يستقر كمبدأ في من يلي إمامة المنهج في الأرض، وقال لا ينال عهدي الظالمين. إذن فهذه الآية دلت على أن الله أنبأ إبراهيم من قديم على أن بعض ذريته سيكون ظالما، وما دام بعض ذريته سيكون ظالما فقد سقطت الحجة لليهود على أنهم هم الذين يجب أن يكونوا خير خلق الله وشعب الله المختار، وأن النبوة والإمامة تكون فيهم. نقول لهم لا، إن الله قال لا ينال عهد الظالمين، وفي ذلك إشعار بأن من ذرية إبراهيم من سيكون ظالما. والنبوة لها بنوة، وسائر الناس لهم بنوة. قد توجد البنوة أي الانتماء النسبي أو الانتماء الدموي أو الانتماء الجنسي، الانتماءات متعددة في الكون. ومعنى الانتماء أن يحسب الإنسان نفسه على شيء، هذا الشيء يطلب منه أن يسير على مقتضاه. فمثلا قد ينتمي الإنسان إلى الأرض، وكلمة الوطنية خرجت إلى الكون عشان انتماء الإنسان إلى الأرض، يقول وطن وطني. وقد يكون الانتماء إلى الجنس، نقول إسرائيلي أو عربي. وقد يكون الانتماء إلى المذهب، فيقال ده مثلا منتمي إلى مذهب رأسمالي، أي وإن كان من البلاد الشرقية، وهذا منتمي إلى المذهب الشيوعي، أي وإن كان من البلاد الغربية. إذن فمعنى الانتماء الجهة التي يحسب الإنسان نفسه عليها ليخدم قضيته. ليس عند الله لون من الانتماء من هذا النوع، وإنما الانتماء المعترف به عند الله هو الانتماء القيمي، هو الانتماء المنهجي لمنهج السماء. فالإسلام لا يعرف وطن ولا يعرف جنسا ولا يعرف دما، وإنما يعرف قيما يربط الإنسان بها أيا كان لونه وأيا كان جنسه وأيا كان مذهبه. يبقى هذا هو الانتماء. إذن فقول الله لا ينال عهد الظالمين يحدد موقع الانتماء في البشر. وبعد ذلك أراد الله أن يصفي أيضا قضية بيت المقدس والقبلة، فأثبت لنا أن بيت المقدس بيت حديث من إنشاء داود وسليمان، ولكن الكعبة من إنشاء الله قبل آدم. فأيهما أولى في الاتجاه، لهذا البيت القديم أم لهذا الذي هو باختيار الله، أم لبيت هو لله أيضا ولكن باختيار خلق الله؟ إذن فالقضايا التي يتاجر بها الإسرائيليون المعاصرون لرسول الله على الأولين في الإسلام ليفتنوهم وليصرفوهم عن دينهم، يريد الله أن إيه؟ أن يبطلها. فيقول الحق سبحانه وتعالى وإذ جعلنا البيت
مثابة للناس. وقلنا إن البيت معناه دائما في العرف سعد إذا أطلق كلمة البيت يبقى يطلق على الدار وعلى المنزل، لأن الإنسان يجهد في الحياة ثم يقول في أن يبيت فيه أو ينزل فيه أو يدور ما يدور ثم يأتي إليه. وإذ جعلنا البيت فإذا أطلقت كلمة البيت انصرفت إلى بيت مين؟ إلى بيت الله. جعله الله مثابة أن يثوب إليه الناس ويرجعون إليه لأنه بيت ربهم. وإذا أفزعك شيء فاذهب إلى بيت ربك لتجد ربك في استقبالك فيريح كل ما يمكن أن يتعبك. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، مدام نسب إلى الله يبقى يجب أن يكون إيه؟ آمن، فلا يفزع إنسان فيه. وقلنا إن الله جعله أمنا مش إخبار أن يكون أمنا، لا، طلب من المؤمنين بالله أن يجعلوه إيه؟ أن يجعلوه، فإن أطاعوه جعلوه أمنا وإن لم يطيعوه يفزعون الناس فيه، يفزعون الناس فيه. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. كلمة اتخذوا يعني اجعلوا، يعني اجعلوا هذا المكان مصلى لكم. معنى مصلى ايه؟ مصلى يعني مكان الصلاة، والصلاة تطلق ويراد بها الدعاء، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وتطلق أيضا على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله، وتطلق على الصلاة الشرعية اللي هي المعروفة لنا وهي المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم بشرائطها الايه المخصوصة. حين نأتي بالمعنى العام الذي يشمل كل هذه تبقى هي الصلاة الشرعية، لأنها تشمل دعاء إلى الله وتشمل صلاة على مين؟ على رسول الله، وتشمل الشكلية المخصوصة المرادة لمين؟ المرادة للحق سبحانه وتعالى. ما معنى واتخذوا من مقام إبراهيم أيه؟ مصلى. مقام إبراهيم احنا قلنا تعرضنا لهذا تعرضات كثيرة قوي، قلنا كلمة مقام وكلمة مقام، يا أهل يثرب لا مقام لكم، وفي هنا إيه؟ مقام. الفارق بينهم أن هذه مضمومة الميم وهذه مفتوحة الميم. فمقام من قام، اسم مكان من قام، لكن مقام اسم مكان من أقام. فإن نظرت إلى الإقامة فقل مقام، وإن نظرت إلى مكان القيام فقل مقام. هنا الحق سبحانه وتعالى يقول هنا في الآية إيه؟ واتخذوا من مقامي، مش من مقامي، مقام إبراهيم كل مكان أقام فيه، يبقى يشمل كل المناسك والأماكن التي أقام فيها مين، لكن هنا بيقول إيه؟ مقام، يبقى اسم مكان من قام، من إيه؟ من قام. طيب اسم مكان من قام يعني المقابل لقعدة، من قام المقابل لقعدة. قام إبراهيم حينما أراد الله أن يرفع قواعد البيت، قام على الحجر الذي نراه هناك وحوله المكان المخصوص ده. إيه كلمة واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ ألم يكونوا يصلون فيها؟ كانوا يتحرجون عن الصلاة فيها. لماذا؟ لأن المقام كان بين المصلي اللي يصلي خلف المقام، يبقى بينه وبين البيت الحجر ده، فكان الناس يتحرجون أن يصلوا وبينهم وبين الكعبة شيء، فكان هذا المكان يخلو من مين؟ يخلو من الصلاة. لذلك قال سيدنا عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى؟ إذن فكانوا يتحرجون من الإيه؟ لماذا كانوا يتحرجون من الصلاة فيه؟ لأنه كان بينهم وبين الكعبة، وهم لا يريدون بينهم وبين الكعبة إيه؟ شيء. فكان المكان اللي هو يبقى مواجه لخلف المقام يبقى خالش. هب أن هذا هو الإيه؟ المقام، يبقى اللي هنا دي كله خالي، وهنا يصلم وهنا يصلم وهنا يصلم، في أي جهة يصلم وده خالي. فسيدنا عمر لقى فجوة في البيت لا يصلى فيها،
فأراد أن تعم الصلاة كل الإيه؟ بحيث لا توجد جهة من جهة الكعبة إلا وفيها صلاة. صحيح هناك في هذه الجهة مما بعد المقام ويالي المواجهة للكعبة في صلاة، لحد هنا في صلاة، إنما من هنا ما فيه. فسيدنا عمر رضوان الله عليه قال لرسول الله: ألا نتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ ولذلك كانت هذه من المواضع التي وافق القرآن فيها سيدنا إيه؟ عمر، وافق القرآن فيها إيه؟ سيدنا عمر. الموافقات العمرية للقرآن لها ملحظ تشريعي. هذا الملحظ التشريعي إننا كل ما نجي في حاجة في عدالة قضاء فيها مش عارف إيه، نجيب سيرة مين؟ عمر. عمر عمر عمر. أما كان أولى بذلك أن نأتي بسيرته صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء. الرسول مؤيد بالوحي، وعمر بشر غير مؤيد بالوحي، فيريد الله أن يثبت للناس أن الفطرة إذا سلمت والفطرة إذا صفت تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى حكم الله. تستطيع بذاتها أن تهتدي إلى مين؟ إلى حكم الله. فكأن الله لم يتعبدنا بشيء تعنتا، وإنما هو يتعبدنا لتلتقي أهواؤنا وفطرنا، بدليل أن الفطرة لو صافية تستطيع أن تنتهي إليه. أهو عمر مر كده ولقاها كده مش طبيعي، لقاها كده فيها إيه؟ مش طبيعي. أما قال لك ألا نتخذ من مقام إبراهيم مصلى، فينزل الله واتخذ من مقام إبراهيم إيه؟ مصلى. واتخذ من مقام إبراهيم مصلى. الله يجي الرسول يجي يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، يدخل عليك البر والفاجر، فهلا أمرت نساءك بأن يحتجب؟ يوم تنزل آية مين؟ آية الحجاب. ليه؟ يجي مثلا في مسألة الفداء بتاع في بدر. الله، الموافقات دي العمرية دي تيجي ليه؟ ليه؟ علشان إثبات أن الفطرة إذا صفت تستطيع أن تهتدي إلى إيه؟ حكم الله. إلى حكم الله. ولكن ما أقل أن تصفو الفطرة، أقل، فيحمل الله عنا ولكن يدع شيئا من الأشياء. يجي مثلا كل حاجة نلاقي عدالة عمر، مش عفة عمر، مش عارف حزم عمر، إيه حكاية دي؟ نقول لك: لأنه لو كان كل ذلك مأخوذ ومستمد من رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لقال الناس: رسول مؤيد بالوحي لازم يعمل كده. نقول: لا، وبشر متبع سنة رسول يستطيع أن يعمل هذا. بشر يستطيع أن إيه؟ أن يعمل هذا. فقال الحق: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، إذا كان الله قد أمرنا أن نتخذ من المقام مصلى، يبقى الله سبحانه وتعالى أقر وجود المقام هنا فاصلا بين من؟ بين من يصلي خلفه وبين مين؟ الكعبة. وبين الكعبة. قال لك إيوة، لأن مقام إبراهيم ده له قصة، هذه القصة لها صلة بتأصل العقيدة في نفس المؤمن، ولها صلة أيضا بالإتمام والإكمال الذي ابتلى به إبراهيم ربه. لما ابتلى ربه إبراهيم ابتلاه أتمهن ولا لا؟ دي برضو حتدينا إيه؟ حيثية الإتمام. المقام دي حتدينا حيثية الإيه؟ حيثية الإتمام، بدليل أن الحق سبحانه وتعالى ساعة يتكلم فيما يأتي يقول فيه آيات بينات في ايه؟ في البيت كعبة، مش كده؟ مقام ابراهيم لم يأتي من الايات المبينات بالتفصيل الا مين؟ كأن مقام ابراهيم ده له حيثية كبيرة، والا في ايات البيت كتير ولا لا؟ ايات البيت كثيرة، فلماذا لم يظهر بخصوصه الا مقام ابراهيم؟ قال لك ايضا لان له حيثية في الاتمام وحيثية في الاكمال وحيثية في ان ابراهيم نجح في الايه؟ في الابتلاءات التي ابتلاها بها ميرا. طيب، ما دام المقام هو مكان قيام إبراهيم، مكان قيام إبراهيم كان لماذا؟ لبناء البيت. لبناء البيت. لبناء البيت. والله سبحانه وتعالى سيأتي في الآية يقول إيه؟ إن ساعة أمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهر البيت ويرفع القواعد، نقول له إحنا عايزين بقى نعرف الترتيب جه إزاي. الترتيب، لأن مقام إبراهيم ما جاش إلا بعد وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. ورفع القواعد من البيت يبقى لازم يسبقها وجود بيت، مش كده ولا لا؟ يبقى الترتيب الطبيعي إيه؟ أن يوجد بيت وبعد ذلك ترفع فيه القواعد،
وبعد ذلك الحجر الذي كان يقوم عليه إبراهيم ليرفع القواعد من البيت يبقى ده الايه المقام. يبقى ساعات يأتي الحق سبحانه وتعالى لا بترتيب التاريخ، مش بيرتب لي تاريخ، لا ده بيلفتني الى اشياء ويديني اللقطة. والعالم المعاصر الان في بعض الافلام في بعض الروايات يوم يجيب لك الايه النهاية قبل البداية، مش كده ولا لا؟ ليه؟ في ساعات انت بالبدايات تتشوق الى النهاية، وفيه ساعات اخرى تتشوق بالنهاية الى ايه حصلت ازاي دي. يبقى الحق سبحانه وتعالى جاب لي قصة الايه، واتخذوا من مقام ايه ابراهيم ايه مصلى، واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى. نقول له بقى القصة بتاعت البيت يجب أن نفهم أن خلافا وقع بين العلماء، البدة كيف بني ومتى وأين. فبعض العلماء يرى أنه عند إبراهيم، وبعضهم يرى يقول لا من آدم، وبعضهم يقول لك قبل إيه. إحنا عايزين نشوف المنطق والاستقراء العقلي كده يؤيد أي رأي. الذين استدلوا قالوا إذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، نقول له يا أخي ما هو الرفع أولا؟ الرفع الصعود والإعلاء. الصعود والإعلاء تعلق همة المكلف بالبعد الثالث من الشيء، الارتفاع. الشيء يبقى له طول وعرض، لما دام له طول والعرض ما يبقاش له حجم لسه، ولذلك نسميه مساحة، نسميه ايه. فإن أردت أن تجعله محجما يعني له حجم يبقى اعمل له ارتفاع. إذن وإذ يرفع إبراهيم يبقى معناه إن فيه إيه قواعد موجودة، ولم يطلب من إبراهيم إلا أنه يعمل البعد هو، لكن قبل إبراهيم كان البعدان موجودة، يبقى المساحة موجودة. يبقى عملية إبراهيم رفع القواعد فكأن قواعده انطمست بالسيل أو عوامل التعرية أو امتدادات الزمن، فأراد الله سبحانه وتعالى أنه إيه النظر. واحنا قلنا سابقا انكم اياكم ان تتصوروا ان البناء ده هو البيت، الكعبة دي حجر ده، لا، الكعبة دي المكين الذي في مكان البيت. يعني لو شلنا الحجر ده برضو هيفضل فيه ايه، فيه بيت. يبقى ده اسمه ايه المكين، يعني الذي يشغل الايه المكان، البيت مكان. طيب يبقى إذن الذين قالوا إنه هو إبراهيم نرد عليهم نقول لهم لا، المر الذي قاله الله أن إبراهيم يرفع، ومعنى يرفع القواعد من البيت كأن قواعد البيت كانت معلومة، وإبراهيم عمله في البعد الثالث الذي يحجم، يعني يعمل لها حجم، يعمل مكين في قلب الإيه، في قلب المكان على الأول، بدليل أن الذين يصلون في الدور الثالث من الحرم أو على سطح الحرم يتجهون إلى ماذا؟ إلى الجو. طب هب أن إنسانا عمل حفرة كده كده في جدر الكعبة ويصلي برضو إلى جدر الإيه؟ الكعبة. إذا المكان غير غير المكين، المكان غير غير المكين. كده كويس. طيب يبقى إذا إبراهيم مش نقول له كمان دليل في القرآن. الدليل الآخر أن إبراهيم حينما لم تطق غيرة سارة أن توجد هاجر ومع ابنها إسماعيل وهي ملهاش ابن، قالت له إيه، خدوا بعيدوا عنا دي، خدوا غيرة طبيعية، ونعمة الغيرة اللي ودت إسماعيل إلى مين، الى بيت ابراهيم، الى الكعبة دي. فلما ذهبت طبعا خدت ابنها الرضيع، ساعتها ذهبت الى ابنها الرضيع، الايه اللي معانا بيقول واذ يرفع مين ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل، يبقى من الذي اشترك معه في ابن، يبقى اذا كان اسماعيل بعمر وسن يسمح بالمعاونة في الرفع، مش كده؟ طيب ساعة أخذه وهو فطيم على كتف أمه، نشوف كده
بيقول ايه؟ ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الله، كأن ساعة الإسكان كان في بيت، بدليل أن العندية عند بيتك المحرم موجودة، وموجودة وإسماعيل لسه طفل لا يقدر على أن يساعد في الرفع، ورفع القواعد بمساعدة إسماعيل لمين؟ لإبراهيم. يبقى إذن ساعة الإسكان بواد غير ذي زرع كان عند مين؟ عند البيت المحرم. إنما تحديد مكانه بالضبط ما كانش. فجهت المرحلة الثانية، قال وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فكأن المكان معلوم، معلوم بعمومه، معلوم لما انت تيجي كده ما كنتش شاهدتش قصر النيل زمان ايام ما كان موجود فيه مثلا الاحتلال، وبعدين تيجي تشير على الحته اللي نجد تقول قصر النيل كان ايه، كان هنا، انما ما عندكش بقى الخريطه اللي تحدد ايه المكان بالظبط. فكان هناك معرفه لمكان المكين في الجمله ومعرفه لمكانه بالتفصيل. نقول مثلا الحته الفلانيه يقول لك ارفعها لي، يعني ايه ارسمها لي واديني الابعاد كده وبتاع وحاجات زي دي. يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى بوأ المكان لإبراهيم، فالعندية كانت موجودة عند الإسكان خلاص. وقبل أن يأمر الله إبراهيم وإسماعيل بأن يرفع القواعد بوأ لهم مكان الإيه؟ مكان البيت. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، يبقى فيه مكان وفيه بيت ولا لا؟ يبقى أدي المكان والبيت هو المكان، المكان والبيت هو ده المكان. يبقى العملية في المكان، العملية لكن المكان كان ايه موجود بوصف انه ايه. وايضا اذا فيجب ان نعلم ان البيت كان له وجود قبل ابراهيم، وهذا هو الامر المنطقي. ليه؟ قال لك لان آية تانية المراد حين نستعرض لقضية في القرآن أن نجمع كل ما يتعلق بها في القرآن حتى لا تبحث آية بمعزل عن آية أخرى. فلما يقول إن أول بيت وضع للناس، الكلام هنا للبيت ولا للبيت المكان، للمكين. إن أول بيت وضع للناس، اذا ففيه مكان البيت وفيه بيت. يبقى البيت عرفناه انه هو ايه؟ المكين. يبقى اول مكين كان علامه على البيت. ده وضع للناس للذي ببكه. وضع للناس، نعم. من هم الناس اولا؟ من عرف الناس؟ الناس هم آدم وذريته إلى أن تقوم الساعة، مش كده؟ طيب لماذا تقول إن البيت هيبقى من أيام إبراهيم؟ أليس الناس الذين كانوا قبل إبراهيم ناس؟ الله، يبقى لازم موضوع له ربهم له بيت عندهم ولا لا؟ إن أول بيت وضع للناس، فكأنك يجب أن تجعل ميلاد البيت حين من وجود ناس، ليس ناس أولى من ناس، ليكون لربهم بيت يسوبون إليه. والذين سبقوا إبراهيم ليس لربهم بيت يسوبون إليه، ما دام البيت موضوع لمين؟ موضوع للناس. إذن فوضع البيت للناس يؤكد أنه وجد حينما وجد ناس، والناس من أول آدم. ومعنى وضع للناس، ساعة ما تقول وضع للناس، الناس موضوع لهم، يبقى ليسوا واضعين. الناس ايه؟ موضوع لهم، يبقى ليسوا واضعين. ولذلك قال وضع. وضعوا مين؟ يبقى قبل ان يوجد ناس وضع. فيرد الناس على الوجود ولربهم ايه؟ بيت. ومدام وضع يبقى واضعه من؟ نقول ما فيش بقى قبل آدم
إلا أن الملائكة والملائكة وضعته بمين؟ بالله. فستقول إلى مين؟ الله. إلى الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، خلاص. وقول الحق سبحانه وتعالى في آية أخرى: إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. وحين الإسكان كان إسماعيل صغيرا لا قدرة له على المعاونة في إيه؟ في رفع البناء. يبقى إذن لازم ده يكون من قبل مين؟ من قبل إبراهيم. يبقى إذن علشان نعرف قصة البيت، يبقى قصة حينما أراد الله أن يجعل في الأرض خليفة، خلاص، وخلق الأرض وقدر فيها أقواته وعمل كده، وبعد ذلك أعد لهم أيضا بيتا يسوبون فيه إلى إيه؟ إلى ربهم، ليكونوا أي في أمان وغيره. تكلم عنه. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب، لما ساعة أراد إبراهيم أن يرفع القواعد، قلنا البعد هو البعد الثالث، ساعة يرفع القواعد في عالم بدائي ما عندوش السقالات اللي عندنا دي، يوم يعمل ايه؟ يبقى كان يخرجه من عدة الأمر بالرفع أن يرفعه إلى ما تطوله يداه، مش كده؟ في أحسن من كده بقى؟ يعني لو أنه رفع القواعد من البيت إلى نهاية ما تطوله يداه، يبقى أدى ولا ما أدى؟ فأراد الله أن يثبت أن إبراهيم حين أراد أن يرفع البيت كان يكفيه أن يرفعه على قدر ما تطوله إيه؟ يده. ولكن إبراهيم احتال بالعقل البشري إلى أن يزيد في الرفع قدر الحجر الذي يقف عليه، لأن إن طالت يده هكذا ثم جاء بحجر طول نص متر يبقى يقدر يرفع إيه؟ الله. يبقى إذن اتخاذ المقام اللي يقف عليه وهو يبني احتيال إلى أن يرفع إلى أقصى ما يمكن أن تطوله يده ولو بالاحتيال بما يستطيع. فكأن الذي يؤدي حكم الله لا يؤديه أداء شكليا، وإنما يؤديه أداء عاشق يعشق التكليف فيحب أن يتمه تماما على مقدار لا ما تسعه قوته المادية ولكن حيلته العقلية أيضا. وليس من المعقول إن هو يجيب حجر كبير أوي عالي، ليه؟ لأن هو يرفعه هو وابنه، يبقى لابد أن تجعل الحجر الذي يقف عليه ليرفع البيت بقدره في مقدور، لأن الرفع يتطلب أن يطوف المقام أو الحجر حول البيت. نعلي المكان ده وبعدين ننقله وننقله، يبقى لازم يبقى في طاقتهم أن إيه؟ أن يحملوه وينقلوه. هو مين؟ هو إسماعيل. ولذلك تجد لما تشوف الحجر تجد يدوب، هو طاقت كده يدوب، هو طاقت أن هو إيه؟ أن هو يحمله بهذا الشكل. إذن فالحجر سمة لإكمال التكليف إكمال محب للتكليف، إكمال مين؟ محب. وكان من الممكن أن يخرج من عهدة التكليف بأن يرفعه على ما تطوله يده. انظروا إلى أن إسماعيل صغير، ساعة ينقلان الحجر يبقى ممكن لإسماعيل أن يعاون، لكن ساعتها ليس طول إسماعيل هو طول إبراهيم، مش كده ولا لا؟ يبقى إذن في الرفع إيه؟ ساعة ما يشيله كده ينفعش. يبقى إذن إسماعيل كان بيعاون في إيه؟ يناول الحجر، ينقل الحجر، يناول حجر البناء الذي يرفع به، ينقل الحجر اللي بيرفع عليه. إذن ففيه حجران، حجر يرفع عليه وحجر يرفع به، فإسماعيل يعاون في الحي يجيب الحجر اللي هيرفعه به اللي هيبنوه يعني، والحجر اللي بيقف عليه ده يساعد أبوه في نقله. إنما ساعته يأتي إبراهيم ليضعه في المكان، يبقى إسماعيل لا تطول يداه يدي أبيه. فهنا حينما وجدوا في مقام إبراهيم
غور شيء يشبه القدمين. قالوا ان ابراهيم ساعه ما كان حجر رجليه علمت ايه الحجر. علمت في الحجر. احنا لما شفنا وجدنا ان تعليم الرجلين في الحجر لازم تاخد شكل متعرج مش شكل مستوي. مش شكل مستوي. صحيح هي لها الشكل العام في القدم انما ما فيش فيه النتوءات اللي بتبقى في الايه بقى. انا يعني اجتهاد بشر قلت لهم غالب الظن ان ابراهيم ساعتها ياخذ الحجر من ابنه او هما الاثنين يشيلوا الحجر الذي يبنى به ويقف هو وحده لان الحجر ما يسعش من مقام الا واحد. يبقى مين اللي هيشيل الثقل دي كله؟ ابراهيم. وده حجر والحجر ده املس ناعم فمخافه ان الثقل يثقل ابراهيم يمكن رجله فهو الذي صنع بيده. حاجتين اتنين كده حتى اذا وصعد على الحجر يضع رجليه في المكانين المحفورين فتمنع رجله انها تروح كده او تروح كده. واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت. يبقى اذا مقام ابراهيم سمة على عشق التكليف من ابراهيم في الرفع. كويس. ومدام سمة دي درس ربنا حب يجعله آية بينة كده. ليه؟ لأن كل منهج الله بالنسبة لخلقه تكليف. فهو يريد أن يقول هذا إبراهيم انظروا كيف احتال ليتم الرفع إتماما لا ليخرجه من عهدة التكليف ولكن ليبين عشق التكليف له. فإذا أردتم أن كنتم توفوا التكاليف وفوها بإيه؟ بعشق. وفوها بإيه؟ بعشق. وإلا فأتمهن دي ما تجيش كده يعني. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب أهذا الحجر الذي جعله الله سمة لعشق التكليف وإتمامه وإكماله بحيل البشر يكون سبب في أننا نمنع حتة من المسجد لا يصلى فيها؟ طب ده جاي شعار الإتمام. جاي إشعار الإيه؟ الإتمام والإكمال. يبقى هو يجي إشعار النقص وحتة في البيت كده تبقى فجوة ما حدش يصلي فيه. إذا كان أمرا منطقيا أنه لازم إيه؟ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتيا. انظروا هنا أيضا إلى أن طهر بيتيا. طب إذا كانوا هم اللي بنينوا لسه هو كان حيبقى إيه اللي نجسوا عشان يطهروه؟ ده هم اللي بتقيل. يبقى دليل على أن البيت ساعة طمرت قواعده ومكانه الحقيقي في فرق بين مكانه الإجمالي ومكانه الحقيقي. أصبح في الوادي مكانا يذبحون فيه ذبائحهم ويلقون فيه الفرس والدم والمش عارف الإيه. فقال ربنا بقى لا طهروا بقى البيت كده عشان لا. يبقى مدام قال طهرة فكأن أمرا طرأ على البيت. ولو ان هم اللي بنوه ما كانش مطهره ما عمكيش. ان طهر بيتي الايه للطائفين. طهره من ايه؟ نشوف إن من الاكزار دي خلاص. ما هو المكان انطمر وتيجي فيه اكزار زي ما تشوفوا انتوا اي مكان كده خالي وفيه للطائفين والعاكفين والركع السجود. ثلاث ايه؟ ثلاث حاجات. طيب طائفين يعني ايه؟ الطواف يطلق ويراد به الدوران حول الشيء ويراد به الجولة مش حوله الجولة اليه. يعني مثلا تيجي بتسمي العسس طوافة ويمكن في بعض الفلاحين يسموه ايه؟ طواف برضو مش بي لانه بيتغلغل ايه؟ تقول طفت يعني درت حول الشيء وطفت إلى الشيء انتهيت إليه وطفت إلى الشيء ألممت به. كل ما يلم بشيء يسمونه إيه؟ طواف. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالإيه؟ كالصريم. أو مثلا إيه؟ إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان إيه؟ يلم بهم يعني
طهر بيتها للطائفين، او هم كانوا ما وضعوا برضو حتت اصنام هناك وابتدعت الوثنيات والشرك يجي يصح يكون هذا للطائفين والعاكفين. طب الطائف ولا هيطوف كده والعاكف المقيم المقيم والركع السجود المصلين الايه المصلين او 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 البيت يشمل الثلاث. فحين تدخله طائفا وحين تجلس فيه يبقى عاكف، وحين تقوم تصلي تبقى مصلي. يبقى للثلاث اصناف ولا لا؟ او الركع السجود كلمة ركع جمع مين؟ ركع. طب وسجود ساجد. لا برضو سجود جمع ايه؟ جمع ساجد. ساعة يأتي المصدر على فعول، يقول النحاة أنه ساعة يجيء المصدر على فعول زي قعد قعودا وسجد سجودا، يبقى الجمع يأتي على فعول أيضا، فيبقى للركع والإيه والسجود يعني والسجد والسجود يعني إيه والسجد والقعود يعني إيه. هناك في سورة البروج إيه النار ذات الوقود إذهم عليها إيه قعود وهم على إذهم عليها إيه قعود قعود جمع إيه قاعد. يبقى إذا جاء المصدر على فعول يبقى يصح أن تجمعه أيضا على إيه على فعول. والركع إيه السجود يعني الركع الإيه السجود. أو هو يطهر لمن يشهد بطواف أو اعتكاف عنده، ومطهر أيضا لأنه سيكون قبلة للناس لكل راكع وساجد في الأرض، لكل الركع ولكل الإيه ولكل الساجدين. وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع الإيه والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، هو قايل ايه الاول؟ واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا. يبقى هو ما دام مجعول امن يبقى دعوه ابراهيم ان يجعله امن ايه؟ اذا رايت طلبا لموجود فاعلم انه الدوام المطلوب فيه الايه الدوام. لما اذا سمعت قول الحق سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا امنوا، هو خاطبهم بلفظ الإيمان، فيبقى آمنوا إيه تانية دي. فإذا رأيت مطلوبا موجودا اعلم أنه المطلوب الدوام، يعني صلوا بعد سماع كلامي إيمانا يتصل بإيمانكم الماضي فلا ينفك عنكم الإيمان أبدا. يعني يا رب إن كنت أنت عامله أمن من زمان كده برضو أنا عايز إيه تجعله أمن. أو كان هو من أمل لا ينفك عن كونه بيت الله ومحرم فيه أشياء كثيرة وهو إلى آخره، وهو يريد أمنا جديدا، أمن جديد بأن اللي عايش فيه يبقى آمن. ليه؟ أم قال لك لأنه واد غير ذي زرع، والإنسان لا تطمئن نفسه ولا يأمن إلا إذا كان قوت بدنه إيه موجود وعدم تفزيعه إيه موجود. فإن أردت الأمن المطلق فاعلم أن الله حين يخاطب مؤمنين بطلب الإيمان فاعلم أنه إيه المراد الدوام على الإيه على الإيمان. أو هو يريد أمنا من نوع خاص زائد عن الأمن هو زائد على الأمن الإيه الأولان. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا، في آية تانية يقول هذا البلد، فمرة جاء بها نكرة ومرة جاء بها في آية أخرى معرفة. معنى معرفة إن هتبقى سبق الذهن إليها وعرفت، لكن قبل ما توجد بلد نقول له اجعل هذا البلد، هو لسه بلد ده رب ده هو يريد أن يجعله بلد، ما فيش حاجة لسه، يريد أن يجعله إيه بلد. بعد ما بقى بلد برضو لما يجي بقى يتكلم يقول البلد بقى اللي أنت عملتها لنا بلد، فكأن لك يا رب إيه فضلين، الفضل الأول في أنك جعلتها إيه بلد، والفضل الثاني عايزين للبلد دي كذا وكذا 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 وكذا. يبقى إذن بلدا أمينا ما كانتش بلد ويريد أن يجعلها إيه بلد. إيه بلد يعني؟
البلد فيه أسماء تؤخذ من المحسات. احنا كنا قديما قلنا ان كلمة غصب خدت شيء عنه كده واللي انت خدته منه ايه لا يتمسك، مش خطفت، مش قلنا زمان بين الفرق بين الخطف الخطف ما لحقش يمسكك، انما الغصب قاعد تشد وانت ايه وانت تشد ده غصب. قلنا الغصب ده في الاصل ما هوش كده، الغصب هو سلخ الجلد عن الشاه، هذا الاصل. وساعة ما تاخد حاجة من واحد وهو متمسك به زي ما تكون بت ايه يبقى اذا المعاني بتيجي لها محسات. اهي كلمة بلد دي مثلا ساعة ما تسمعها تنصرف الى المدينة مش كده، الى مصر، ده صحيح في الاصطلاح كده، انما ليش معنى بلد يعني ايه ليه بلد؟ قال لك لان البلد هو الاثر ينشأ في الجلد فيتميز عن بقية الجلد، زي مثلا القوبة مثلا او دبرة كده، لان المكان اذا لم يكن فيه مباني يبقى مستوي بمين؟ الأرض. فاذا جيت انت طلعت فيه مباني كده بقت فيه ايه؟ ندبة كده، ندبة ايه؟ ظهرت. ولذلك يسمون كلكل البعير بلد، ليه؟ لانه ساعتها يأتي على ظهره كده يقوم ايه؟ يرسف الارض، فتلاقي قرص كده، قرص ده شكله ايه برضو مبيض كده، يبقى دي من الامن. اجعل هذا ايه بلدا امنا وارزق اهله من الثمرات، لانه هو بواد غير ايه غير زي زرع. اول ما تيجي تجيب مقومات الحياة، مقومات الحياة، لكن اذكروا جيدا الى فطنة النبوة حين تقول وارزق أهله من الثمرات من آمن، فكأنه حصر طلب الرزق في مين؟ المؤمنين. في المؤمنين. ليه قال الكلمة دي؟ لأن الله نبهه حين قال ومن ذريتي، قال له لا ينال عهد الظالمين، فخشي إبراهيم أن يكون طلبه هذا كطلبه ذلك، فقال لا من آمن ونخلص. من آمن، فكأنه أخذ الإيه الدرس من قوله ومن، قال له ومن ذريتي، قال له لا ينال عهد الظالمين. فلما جاء وطلب الثمرات للمكان المن آمن. شوف الوفاء، شوف الإثمان، شوف اليقظة في استقبال التكليف، شوف التعلم من أدب الله له أولا. ولكن انظروا إلى استيعاب رحمة الله، قال له يعني بالمعنى كده، قال له أنت خلطت يا إبراهيم، لأن حين قلت لا ينال عهد الظالمين تلك في إمامة القيم، إنما دي في بقاء المادة للكل والكافرين كمان والكافرين. فانت صحيح كويس اللي انت تنبهت الى ايه الذي وقلت ايه من امن، ولكني اعدل لك برحمتي انني حين استدعيت الخلق الى الدنيا استدعيت المؤمن والكافر، وسخرت ما في الارض للمؤمن والكافر، لان الكافر كما قلنا لم يستدع نفسه للوجود، وإنما استدعاه مين؟ الله. ما دام استدعاه يبقى لازم يضمن له مقومات إيه؟ الحياة. مقومات حياته. ولذلك قلنا سابقا هل قال الله للشمس اطلعي على من آمن به ولا تطلعي على من كفر؟ أبدا، تطلع على ده. هل قال للأسباب استجيبي لمن آمن به ولا تستجيبي لمن كفر؟ ولا قال الأسباب هذه يأخذها مين؟ الكافر والمؤمن، واللي ينجح في الأسباب يأخذه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في إيه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، لكن ليس له في الآخرة من إيه من نصيب. إذن فقول الله في الأول لا ينال عهد الظالمين في مسألة إمامة القيم، قيادة السلوكية، قيادة التكليفية، قيادة المنهجية، لكن في مسألة القوت، القوت مطلوب لمن؟ للجميع. قال ومن كفر ولكني أمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الإيه؟ إلى عذاب النار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل بقية ما يفتح الله به. الله عليك. الله يسلم عليك.